هجوم! حرروا كيمت من كل المتمردين! أصرنا 900 متمرد يا مولاي. خلي الجيش يرتاح النهاردة ويستعد، لسه الحملة العسكرية مستمرة لحد ما نقضي عليهم كلهم. أمرك يا مولاي. العراف يحيى، غريبة أنك موجود هنا مش في القصر مع والدي الملك أمنمحات. أكيد بعتك علشان تتأكد أني بنفذ توجيهاته. مع حق، دي أول حملة عسكرية أقوم بيها وهو لازم يكون قلقان. الموضوع أكبر من كده يا سيدي، انت لازم ترجع معايا، وجودك هنا في خطر كبير. خطر؟ تقصد ان انا هيحصل لي حاجه؟ قول نبوءتك ايها العراف يحيى، هنهزم في اول حمله عسكريه ليا. يا سيدي انا مش بتكلم على الحمله العسكريه دلوقتي، انت هنا بتقوم بعمل عظيم، لكن اللي بيحصل في القصر ممكن يضيع كل اللي والدك بيفكر فيه عشانك وعشان كيمت. لازم ترجع معايا. مستحيل، انا لازم اكمل الحمله وارجع لوالدي منتصر. لو كملتها هترجع مش هتلاقيه. تقصد ايه؟ انت مخبي ايه ومش عايز تقوله يا يحيى؟ في مؤامره تم تدبيرها للملك أمنمحات، مش عارف هتتنفذ امتى بالظبط، لكن اللي اعرفه ان اللي عملها استغل وجودك خارج البلاد وناوي يخلص من الملك. الكلام ده لو صحيح، فين الحراس وجنود القصر؟ للاسف يا سيدي المؤامره من داخل القصر والحراس جزء منها. حراس الملك نفسهم؟ كده فعلا والدي في خطر حقيقي ولازم نرجع فورا.